انا الاسبيات المنتخب جمعته فين او كنتوا احنا بتمرنوا فين؟ المركز الاولمبي. كنا بنتمرن في استاد القاهرة شوية لحد بعد التصفية، قبل البطولة بشوية كده رحنا المركز الأولمبي. طيب التصفيه كان معسكر مفتوح، يعني التصفيات كانت معسكر مفتوح، بتروحوا البيت ولا كنتوا قاعدين في معسكر مغلق؟ احنا كناشئين كنا معسكر مفتوح، كنا بنروح البيت عادي وبنرجع تاني، للناس اللي هي مسافرة بس بعد التصفية يعني. والتصفيه فاكره خدت كام يوم؟ يعني قعدتوا كام يوم لا هي تصفوا؟ التصفية كانت يوم واحد بس. يوم واحد بالظبط، وكل ماتشات بقى بلعب كل اللعيبة اللي موجودة في السن. طيب والتصفيات اللي اتلعبت كانت يوم واحد بس، بالظبط وكان ال 24 لعيب يوم واحد، اختار تم الاختيار منهم، انت اللي طلعتي منهم وسافرت المكسيك. طب قولي لي شعورك ساعتها ايه بقى لما الحكام بيعلنوا النتيجه وان انت خلاص الاول وان انت اللي هتسافري، شعورك ايه؟ لا كان شعور حلو جدا، وكنت فرحانه جدا بالانجاز ده، بالذات اني عديت بشويه تحديات يعني صعبه في قبل التصفيه، وكنت ابتديت بقى اركز ان شاء الله في افريقيا نعمل نتيجه حلوه وبقى شايله اسم مصر بطريقه كان كويسه معاكي يعني. مين في التصفيات، بابا ولا ماما؟ لا كان معايا بابا. كان معاكي بابا وكان حاضر التصفيات طيب وايه اللي حصل بعد ما، يعني اول ما وطبعا بيتم الاعلان ازاي؟ يعني بيقولوا لك انت الاول ولا بالنتائج ولا بايه؟ بقى في حكم، هي بتقدر بالدرجات، فانا لما بتعلن على اللوحه مثلا ولا تبقى الحكم بيجي يقف ما بيني انا واللعيبه وبيرفع ايده ناحيه اللي كسبت، فانا لما كسبت الحمد لله يعني بابا سعيد. عمل ايه بقى؟ لا هو فرح جدا، كان مبسوط جدا. يعني كانت لحظه كانت لحظه جميله حلوه جدا. جدا. الحمد لله. طب رحنا افريقيا بقى، افريقيا كانت ايه والوضع، كان مين ابرز المنافسين ليكي، الدول اللي مشاركه كانت ايه؟ ابرز المنافسين كانت المغرب، لان هي بتلعب على ارضها، والبنت اللي كانت بتواجهني كانت جايبه اول شمال افريقيا، فطبعا غير ان هي ما شاء الله قويه وكويسه وبتلعب على ارضها، فكانت منافسه كويسه صعبه. جدا. انتوا المنافسات كانت يوم، كانت يوم واحد بس، يوم واحد الصبح وبالليل، كانت صبح وبالليل. الفاينلز بالليل والصبح طب عدد التصفيه. اللعيبه اللي كانوا في المرحله السنيه بتاعتك او اللاعبات كانوا كام لعيب تفتكري؟ مش فاكره بالظبط، بس احنا كنا تقريبا في حدود ال 12 لعيبه حاجه ده كده. كتير مش قليل. بالظبط. وصفيتوا وبعد كده لعبتوا تصفيات الصبح والفاينل بالليل. بالظبط. طيب يعني كنت حاسه وانت هناك، اصل ده برضو بيبقى شعور 16 سنه، بيبقى الواحد لسه صغير، لما رحتي وحطيتي رجلك في المغرب حسيت انت تكسبي ولا قلت ايه ده، ايه الزحمه دي وايه اللعيبه دي انا مش عارفه اعمل ايه؟ لا بالعكس خالص، انا كنت داخله وعندي ثقه في اول حاجه طبعا في ربنا ان هو مش هيضيع مجهودي، واني هعمل اللي عليا، وان شاء الله النتيجه هتبقى حلوه جدا.